السلام عليكم. اليوم نعرفكم بمشروع رائع يقع في وسط مدينة الجزائر العاصمة، في أعالي المدينة بمنطقة ما يسمى بمنطقة تاغارا فوق فندق لوراسي. وهذا المشروع هذا هو مشروع تاع ماركن للسيارات، باركينغ ايطاج رائع والله، يعني هندسة رائعة تم إنشاؤه من طرف شركة باتي ميطال الجزائرية اللي نفتخر بها، واللي نحب يكونوا مشاريع من هذا النوع في كل مدننا إن شاء الله. والسلام عليكم. Thank you.